كل مرة بنكون فخورين أكثر بالطاقة العظيمة اللي بنشوفها بالشباب وبالشغف أيضا العلمي اللي قاعد يتحول إلى نتائج رائعة تطبق على أرض الواقع ونقطة وصول إلى نجاحات أكبر في المستقبل بإذن الله. هذه المرة معنا نموذج ناجح ومتميز كان حديث المجتمع بعد تكريمه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. ضيفنا عبر سكايب الطالب منصور المرزوقي وأيضا الحاصل على الجائزة الأولى للإبداع، منورنا اليوم في ساعة شباب، وأكيد بداية نبارك لك هذا الإنجاز والمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله عليك منصور. الله يبارك فيك، حياكم الله جميعا، أشكركم لوجودي هنا. بالعكس، نحن نشكرك على تلبية الدعوة. أنت شاب متميز ونفخر أنك تكون معنا اليوم، ولكن في البداية خلينا نتعرف عليك أكثر وتحديدا شغفك في الجانب العلمي وكيف تطورت في هذا المجال. من ناحية البحوث، كانت بدايتي في الصيف إجازة 2020، وكانت أول مرة أبدأ بالبحوث. كان برنامج مع موهبة واشتغلت على البحوث في مجال الأحياء، لكن من بعدها قدرت أني أدخل جامعة الملك فهد للبترول المعادن، وقدرت أني أطبق بحث يخص المكثفات الكهربية أو بتحديد الطاقة الكيميائية، اللي قدرت أني أشارك فيه بإبداع 2021، وحتى الحمد لله أوصل المركز الأول فيه. طب وش المراحل اللي مريت فيها في البحث وأيضا تحقيق أفكارك العلمية؟ أول مرحلة هي أني أدرس المجال. قعدت تقريبا إجازة 2020 3 أشهر أني أدرس المجال وأفهم المكونات اللي فيه وأفهم التفاصيل اللي فيها، على أساس أني أنا أقدر أني أجيب فكرة من الطرف حقي وأبدأ أطبقها على الواقع. من بعدها يجي التجارب بالمعمل. يعني الحين أنا درست المواضيع وصار عندي فكرة وصار عندي خلفية، راح أكون أطبق هذا العلم اللي عندي على الأشياء الواقعية اللي هي بالمعمل، ومن بعدها نشوف إذا هل هي العينة ناجحة، هل هي تعتبر كويسة، هل تعتبر لا. وبالنهاية قدرت أني أستنتج أنه من بعد تقريبا 4 تجربة في المختبر قدرت أني أوصل تجربة أو نتيجة اللي أبغاها. حصلت على المركز الأول في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، فأحكي لنا قصة المشاركة وما شاء الله تبارك الله كيف تفوقت على جميع المشاركين في هذه المسابقة. بالبداية عرفت إبداع 2021 من أختي سلمى، كانت الفائزة المركز الرابع، ومن بعدها جذبت انتباهي وحاولت أني أشارك فيها كذا مرة. بالنسبة لهذه السنة، هذه تعتبر كأول مرة أنجح في مشاركتي بإبداع. الصدق ما توقعت أبداً أني أفوز أبداً أو أتأهل حتى للنهائي، لكن تخطيت توقعاتي وقدرت أني أوصل النهائي، كلها حتى من دعم الدكتور زين يماني من جامعة الملك فهد للبترول المعادن، ومن دعم كونكت، ومن دعم أهلي طبعاً وأصدقائي. كلهم ساعدوني بأني أكمل شغفي هذا وأكمل واستكمل في بحثي وأكمل في مسابقة الإبداع بشكل عام. طب نحتاج نعرف تفاصيل أكثر عن ابتكارك وفكرته وأيضا في نفس الوقت طريقة عمله، وهل راح نشوفه مستقبلا في أرض الواقع ولا لا؟ بالنسبة للمشروع حقي، هو عبارة عن مكثف كهربائي فائق قابل أنه يشحن نفسه عن طريق النور باستخدام مواد جدا جديدة بالنسبة للمكثفات الكهربائية. فإيش هي المكثفات الكهربائية؟ هي عبارة عن قطبين بشحنات مختلفة تخزن الطاقة الإلكترونية. لكن مشروعي أنا، بدل ما شلت واحدة من القطبين وضغط عليها طبق ضوئي، يصير أنه إذا صار تحت الإضاءة تصير تشحن نفسها، تفصل الشحنات، يصير شحن موجب وشحن ثاني سالب. فإذا استخدمنا هذه المكثف الكهربائي كوحدة تخزين طاقة وفحص الطاقة، يمدينا نستخدمها في جميع ما يخص الطاقة، بسبب انها تخزن الطاقه الكتروستاتيكيه، يعني من جوالات الى ساعات الى سماعات الى حتى مصانع وسيارات، واللي يخلي المكثف الكهربائي هذا والابتكار هذا جدا مساهم في نظريه 2030. باذن الله احاول اني ارفع مشروعي الجهات كارامكو نيوم، عشان انه نبني الاقتصاد الدائري اللي السعوديه تطمح انها تبنيه في المستقبل القريب.
طب خذنا معك للمستقبل القريب، بحال تم تطبيق هذا الابتكار، وش ممكن يغير في عالمنا وفي مجتمعنا؟ أول شيء بالنسبة للمملكة السعودية راح تكون نسبة الاتكال على البترول، راح يكون في الامبورت والاكسبورت جدا عالية بالنسبة، فهذه ساهم للسعودية بالنسبة للسعودية. بالنسبة للعالم بشكل عام، نحن الحين نعاني من ثاني أكسيد الكربون، وكميته والكونسنتريشن حقه على الجو جدا عالية، فعلى أساس أنه نخفض من هذه الكميات، لو استخدمنا مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه عن طريق النور، راح يكون طريقة جلب الطاقة أو حصد الطاقة متجددة وغير مضرة للبيئة. ما شاء الله تبارك الله، كلام كبير والله. نتمنى فعلا أن كل الشباب والبنات اللي يشوفونا الآن يتعلموا هذا الشغف والعلم منك. طيب يعني قول لنا منصور، وش أقوى المنافسات اللي شاركت فيها وحصلت من خلالها على جوائز مهمة؟ أشوف أنه إبداع هذه السنة كانت أكبر منافسة لي، كانوا الطلاب جدا منافسين وجدا أقوياء، حتى في تلقية المعلومة كانوا جدا كويسين، من ضمنهم جميع من الطلاب من الشرقية، من الرياض، من جدة، حتى من مناطق غير هذه المدن الأساسية، من ضمنهم حتى من طلاب كونكت اللي عندي وطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كانوا جدا منافسين وبحوثهم جدا بالبداية، كانت تخوفني الصدق، لكن الحمد لله قدرت اني اتميز من بينهم ووصلت المركز اللي كنت اطمح اني اوصل. جميل، بما انك ذكرت يعني زملائك اللي شاركوا معك في هذه المنافسه، فكيف شفت المنافسه هذه السنه في هذا الاولمبياد، وايش اكثر المشاريع اللي اثارت اعجابك وجاك فضول فعلا تعرف عنها اكثر؟ بالنسبه للمشاريع اللي انا كنت خايف منهم الصدق، في مسابقه ابداع 2021 هم ثلاث مشاريع اساسيه. اول واحد من الطالب عبد الله الغامدي، انا وياه كنا نشتغل في نفس المختبر، وكنت اقدر اني اشوف الشغل اللي يشتغل عليه، ما شاء الله هو الطالب كان يشتغل على شغل جدا متميز اللي هو توقع فصل المويه. الطالب الثاني كان انس عرفات، وانس عرفات هذا معاي بالمدرسه وانا وياه دائما نتواصل، فقدرت اني القي نظره على المشروع حقه. بالنسبة للطالبة الثالثة كانت تتوقع من تعليم الشرقية، طالبة ما شاء الله من اسم بحثها كانت جدا ينافسنا وجدا قوي، قدرت انها تفوز مركز ثالث حتى في ابداع 2021. كل الطلاب الثلاثة اللي كنت خايف منهم ما شاء الله جابوا مراكز جدا عالية في ابداع 2021، وان شاء الله اطمح اني ادرس مشاريعهم اكثر واحاول نطبقها معهم ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، ويمكن تجربتك، وأنا أكيدة فعلا مو يمكن، أنها راح تكون ملهمة للآخرين، فهذا السبب أحتاج أسألك، كيف قدرت أنك تحصل على الدعم والتشجيع اللي خلاك تكمل في هذا النوع من البحوث؟ أول دعم هو كان الشغف حقي، أنا كنت أشغف أني أشتغل في البحوث، كان دائما البحوث تجذبني، كنت اشتغل حتى مع اختي في جامعه كاوست السنه الماضيه على بحث اشتغلت عليه، وكان البحث جدا عجبني والى الان ابي اكمل اشتغل عليه. الشيء الثاني هو زي البروفيسور زين يماني في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن، كان يستقطب الطلاب ويساعدهم انهم يبنون هذه المهارات اللي عندهم. فمثلا انا البروفيسور حقي بعد ما ارسلت ايميل تواصلت معه، شاف انه اقدر اني اطبق مهارات البحوث هذه عنده في المختبر، وساعدني اني ابني مهارات البحوث عندي. جميل، ما شاء الله تبارك الله. طيب حصولك على المركز الأول وأيضا تكريمك من سمو الأمير خالد الفيصل أكيد كان لك دافع قوي جدا وهدف ومسؤولية كبيرة في نفس الوقت أنك تكمل في هذا المشوار، فأنا بنعرف منصور وش القادم، وش اللي تفكر فيه مستقبلا انك تقدمه لخدمة المجتمع؟ بإذن الله اول شيء راح اقدم المشروع على كذا جهات على اساس انه يستقطبون المشروع، انه يعني يبنون المشروع على حياة الواقع. الشيء الثاني بإذن الله راح اساهم، او راح يكون في هذا الويكند ورشة ايسف على اساس اني امثل المملكة في المسابقة البحثية اسمها ريجنرال ايسف، واللي تعتبر اتوقع اكبر مسابقة عالميا إلى اليوم. فإن شاء الله راح أمثل المملكة وراح أطبق البحث هذا بإذن الله على أرض المملكة وعلى أرض الوطن.
ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا هذه الفكرة. ومنصور نتمنى لك كل التوفيق. نبغى نصيحة أخيرة منك لكل الشباب والبنات اللي عندهم طموح وشغف في البحوث العلمية، وش ممكن تقول لهم؟ طبعا ممكن اقول لهم انهم يبدون من الاساس. هي ممكن تكون تجربه صعبه، لكن بالنهايه راح توصلون للهدف اللي تبونه. انا واجهت مشاكل كثير في مسيرتي البحثيه، لكن الحمد لله قدرت اني انجز كذا بحث الى الان، وناوي اني انشرهم كلهم باذن الله. إن شاء الله. فحاب اني اقول لهم انهم يصبرون على افكارهم، وانهم يحطون لها الديديكيشن اللي يحتاجونها، يحطون لها الجهد اللي تحتاجها البحث. جميل جدا، يعطيك ألف عافية منصور، ونحن نتمنى لك مزيدا من الإنجازات والتفوق في هذا المجال، وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك لاستضافتني، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل أخبار العالم من ساعة شباب.